Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne manquez pas nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Aujourd'hui, le jeudi 4 mai 2023, on va aborder un sujet sensible. Un sit-in contestataire a été organisé par de nombreuses femmes à Oujda, demandant l'aide des autorités compétentes pour retrouver leurs enfants bloqués en Algérie et sans nouvelles depuis un certain temps. Une maman Oujdi s'est exprimée auprès de Site Info, appelant les responsables à intervenir pour rechercher les enfants et éclaircir leur situation, qu'ils soient en prison ou ailleurs en Algérie. L'interlocutrice de Site Info a souligné la grande souffrance des mamans concernées face à cette situation tragique et douloureuse due à l'absence de nouvelles de leurs enfants. Par ailleurs, une autre femme a témoigné que son frère était parti en Algérie en 2021 et que depuis lors, sa famille n'a aucune information sur ce qui lui est arrivé. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo dans laquelle le site info a pu recueillir le témoignage bouleversant de ses mamans. كاين اللي مشى للجزائر على طريق الجزائر باش يحرق، وكاين اللي مشى على طريق الغرب، وكاين اللي مشى على السعيدية، على الناظور. كل واحد كيفاش مشى غير باش يقلبوا على المستقبل ديالهم. واش غادي نقول لك، حنايا رحنا محروقين عليهم دوك، كيما بقينا عارفين عليهم والو. كاين اللي ولدو راه غابر هذه عامين، كاين اللي ولدو غابر هذا عام، كاين اللي عام ونص. قلعوا لهم التليفونات وسجنوهم، وراهم معذبينهم، راهم كيعذبوهم في السجون. علاش؟ بأي حق؟ بأي حق هاد الدراري كيتعذبوا؟ وبأي حق هاد الأمهات وهاد العائلات كيتعذبوا؟ خصهم يعرفوا ولادهم، خصهم يعرفوا وليداتهم فين راهم، واش راهم في السجون، واش ميتين، واش أحياء. خصنا الدولة ديالنا تتحرك، الدولة ديالنا ولدي، الدولة ديالنا خصها تتحرك مع هاد الولاد كاملين يجيبوا لنا خبيرات عليهم. العائلات راها محروقه، ما حنا لا كنعيدوا، ما كنعسوا، ما كناكلوا، ما كنديروا حتى شي حاجه. راه عطينا غير البكه، غير الدموع. بغينا نعرفوا المصير تاع واحد الوليدات. هذا الشيء اللي كنطالبوا به، حيين يبانوا، ميتين يبانوا، يرجعوا لنا وليداتنا، يرجعوا. ما داروا حتى شي جريمه، الجريمه الوحيده ديالهم هي مشاو يقلبوا على المعيشه ديالهم، مشاو يقلبوا، ما مشاوش يسرقوا ولا يقتلوا ولا يديروا شي جريمه باش يتعاقبوا لهذ الدرجه، ولا عائلات كاملين يتعاقبوا. علاش؟ بأي حق؟ بينوهم لنا، كانوا في السجن يبانوا، كانوا ميتين يبانوا، كانوا حيين يبانوا. انا من تاوريت، سميتي يعقوبينا جيا جايه كنقلب على خويا سميتو يعقوبي محسن، كيعيطوا له حسني. نهار 16 اكتوبر 2021 مشى للجزائر باش غيحرق. النهار اللي غادي يحرق فيه نهار السبت، نهار 16/10، ملي كان غادي يحرق صافي قالنا غادي نمشي. حنا كنقولوا ما مشاش، حيت علاش؟ فاش ركب في واحد الطوموبيل باش يديوه للفلوكه، ما صافي ما وصلش للبحر. قالنا غنوصل للبحر غنعيط لكم. ساعه والو، ملي ركب في ديك الطوموبيل باش يصيفطوا للفلوكه، طفاو له التليفون، ما بقينا عارفين والو. حنا كنطلبوا دركي من الناس كاملين وجلالة الملك يوقف معانا ويجيب لنا ولادنا ويهضر على ولادنا وكل شيء. الصراحه رحنا محروقين، ما كنعسوا، ما كنعيدوا، ما علينا لا عيد لا عواشر لا رمضان لا تا حاجه. والله انا راني نقلب على الدحماني يحيى ولدي دخل الجزائر يحرق وما وتغيب عليا، ما عرفت ولا ميت ولا حي. 11 في شهر جوج من تما ما عرفناش واش ميت واش حي، واش ما عرفناش. ودرك حنا نطلبوا من الله السلطات يعاونونا على هاد الاولاد. غنا ربي يبالوا لنا واش ميتين واش حيين كيما بغاو. كنقلب على ولدي رودان محمد، مشى للجزائر، دخل على الحدود ديال تويسنت، مشى نهار 5/9 وشهر هو فهران كيهضر معايا لورمان عادي. نهار 5/10 صونا على خوه، قال له راني خارج مع 12 و18 دقيقة. خوه قال لك سمعت الزهير ديال الفرياطة وسمعت البحر كيشخر، من تما صافي ما بقاش يهضر. لا غد ليه مع 10 صونات عليه اختي في التليفون، قالت لك صيفط له الاوديو جوج مع 9، ومع 10 قالت لك صونيت صونا التليفون حتى قطع، عاودت صونات صافي لقاتهم طفاو. من تما ما بقيت نعرف عليه والو. عيت ندور منين كان ناض شي خبر، قالوا لنا الفرياطات قلبت راهم ماتوا. نوضنا الزقا بقينا نبكي، وحضر معنا الحراك اللي في الجزائر، قال لنا راهم ولادكم ما ماتوش حق ما حق، راهم مشاو ولقاو ساك حشيش مرمي في البحر ورفدوه وشدتهم لاماري ديال اسبانيا، راهم في الحبس ديال اسبانيا. حنا قلبنا اسبانيا، كنت ما خلينا بوليس، ما خلينا بلغنا ليه يكون رماه البحر ميت، ما خلينا في ما دورنا. خوتي وخواتاتي قلبوا اسبانيا الحباسات، ما كنقول لهم ما كاينش هاد الولد، هاد السميه وهاد الكنيه ما كايناش. ولينا الجزائر عاود كنا نقلبوا، ولكن هاد الايامات مؤخر جاتنا شي مكالمه ما عرفناها لا واش صحيحه ولا كذوب، قالوا لنا راه مشدود في الحبس في الجزائر.
ومازال ما محكومش. كنقلب على الاخ ديالي تغيب 2022 في شهر 2 في 11، خرج نهار الجمعه مع 6 انقطعت الاخبار تاع العشيه. كان يهضر معايا، قلت له الوالد بغى يهضر مع الكاميرا، قال لي ما عنديش. هو كان خارج ديك العشيه، من تما لحد الان ما سمعناش التخبر عليه. وهو كان خارج بغرض باش يمشي يحرق يخدم على الوالدين دياله، ما جي بغرض شي حاجه. هو وهاد الدري هو صاحبه، هادو صحاب يوسف عبوشي. من تما الحرق مره يقولنا لهم في اسبانيا شدتهم لامارين تاع سبنيول، وعاود مره يقولنا لهم شدتهم لامارين تاع الجزائر. ما عرفناش درك واش حيين واش ميتين. بغينا هاد الدراري يرجعوا لبلادهم، الا كانوا محبوسين بغيناهم يرجعوا. والله الا ان شاء الله احنا ما نعسوا ما ناكلوا ما نشربوا من غيرهم. ولدي ما عندنا حبيبي الله يرحم وليداتنا مشاو. ولدي رحنا معذبين، ما نحسوا بعيد، ما نحسوا بفرحه، ما نحسوا اللي نبكي والنهار نبكي. ولدي هادش اللي نقول لك ولدي، رب العالمين نطالبهم يطلقوا لنا وليداتنا، يجيبوا لنا وليداتنا سالمين غالي. هادشي اللي بغينا، بغينا غير وليداتنا يرجعوا لنا. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.